نتكلم نروح بقى اه يبقى احنا كده اتفضل. اتفقنا ان اول اسلوب مهم عند كايزر تشيفز في الهجوم يا كابتن اسلام هو الهجمات المرتده، ان هم فعلا لا يملكوا غيرها كاسلوب هجوم في بعيدا عن الاستحواذ. الاسلوب الثاني لو ممكن نرجع للفيديو كنا مشغلينه وهنشوف ان الكرات العرضيه سلاح مهم جدا 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 عند كايزر تشيفز، ودايما بتتلاعب على العارضه القريبه. الكره دي نسخه من هدفهم في الوداد. في الوداد برافو عليك. هي بالظبط الكوره دايما بتتلعب. ودي بنتكلم يا كابتن اسلام على مباراه من بدايه دوري جنوب افريقيا، دي الاسبوع الاول. ده الاوفر اللي فات ده كمان عالمي. اه على طول هم بيلعبوا متدربين، الكوره بتتلعب على القريبه على طول، هم بيجيدوا فكره لعب الكرات العرضيه على العارضه القريبه. ونشوف حتى برضو في الفيديو اللي بعد لا لو كملت دي. الفيديو ده انا عجبني الاوفر دي لما اتردت اتلعبت برضو على العارضه القريبه لمرمى سان داونز، لكن الفريق ساعتها ما قدرش ان هو يحقق منها هدف. برضه نفس الكوره دي في مباراه الجول الثاني امام سان داونز، كوره برضه اتلعبت من الجانب الايسر ب 1 2 ويتعامل بشكل مميز جدا. ليه؟ عشان يسيب مساحه ان هو يلعب الكره العرضيه. فريق كايزر تشيفز الكرات العرضيه عنده هي سلاح مهم جدا مع إذن الكرات العرضيه والهجمه المرتده. الهجمه المرتده الاول وبعد كده الكرات العرضيه بالظبط لا يملكوا غيرهم. برضو نكمل في لقطه اخرى بعد اللقطه دي بتبين لنا ازاي كايزر تشيفز فعلا بيلعب على نفس الفكره دي. برضو اتعملت بشكل مميز جدا لكاسترو وقدر ان هو يخترق منها دفاع سان داونز ولكن ما قدرش يترجمها. لكن الفكره كلها يا كابتن اسلام كله شغل عرضي، انا ما بهاجمش خالص من العمق، مش عايز اعمل وان تو هاد، ما بمسكش الكوره وابحث عن ثغرات زي مثلا ما النادي الاهلي بيلعب. زي تعتبر وان يعني تعتبر وان تو يعني الكوره دي اتلعبت وان تو يعني بالظبط يعني وان ثري مثلا بلاش وان تو بالظبط. بعد كده بقى عندنا لعبتين عايز انا جايبهم لاثبات الكلمه اللي قالها بيتسو موسيماني على فرقه كايزر تشيفز. طبعا دي برده كرات عرضيه برده على العارضه في تكمله. اتفضل يا حبيبي.